بسم الله ما شاء الله تبارك الله، هذا هو الكبعث والذي يصادف سنويا في شهر مايو، اليوم 29 من شهر رمضان. طبعا الكبعث فاكهة كان يجنيها النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلها. ذكر في الحديث عن جابر بن عبد الله قال: كنا نجني الكبعث مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. ما شاء الله تبارك الله، هذه قناديل الكبعث في منطقة جيزان. اليوم الثلاثاء 29 من شهر رمضان المبارك، نسأل الله لنا ولكم القبول. هذه طريقة جني الكبعث، يعلق الإناء بالحلق